Alors, bonjour à tous, je m'appelle Kiltoumani Deli, j'ai 20 ans, je suis une étudiante à l'UCG à Agadir, l'École nationale du commerce et gestion. Alors, la مدرسة ديالنا هي مدرسة ديال الاقتصاد ديال التسيير والتطوير. مدة دراسة المؤسسة هي 5 سنوات، 3 ans ديال tronc commun et 2 ans ديال la spécialité. Quatrième année ديالك كيكون عندك لو شوا انك تختار يا بين gestion ولا commerce. في الخامسة عام عاوتاني الا كنتي دا شي جيستيون تقدر مثلا دير جيستيون فينانسيير ولا اوديت، ولا كنتي كوميرس تقدر كوميرس انترناسيونال ولا ماركتينغ. بالنسبه لشروط الولوج ليكول كتقبل لي سيونتيفيك لي سيونسي كون لي سوا جيستيون سوا ايكونومي. بالنسبه لي سيونتيفيك الشيك كيكون كيتراوح بين 14 و 14 عام، 25% ريجيونال 75% ناسيونال. بالنسبه لي سيونس مات او لي سيونس ايكونومي ولا جيستيون كيكون 25% ريجيونال و 75% ناسيونال. ديبلوم كتقرا 5 عام كتاخد ان ديبلوم ديالك، تقدر من بعد دير شي ماستر سبيسياليزي ولا دير دكتوراه ديالك، ولا تقدر تمشي للمارشي دو طراباي ديريكتومون سوا لي كونكور بوبليك ديال المينيست فيونس ولا وزاره الفلاحه، ولا تقدر تمشي للدوز تحط لي سي في ديالك في لي زونتربريز بريفي ولا لي بونك، وتقدر تمشي على برا وانت ولي شوا ديالك. بالنسبه للافاق ديال المؤسسه ديبلوم مطلوب سوق الشغل، هي الثانيه في الكوتي ديال البيزنس المغرب من بعد ليسكاو. تقدر عاود دير ليسكاو الا كنتي انت باغي ليسكاو ما تحتاجش تمر الباك، تقدر تقاد دوزون ديال في سي جي ابري دير ليسكاو دوز لو كونكور ديال ليسكاو وتمشي. جو بونس هادشي اللي ممكن نقول على ليكول ديالي.